هلا سلام البنات، كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير، فرحانين في الحياه ديالكم. واليوم بغيت نشارك معكم واحد الوصفه اللي كنديرها تقريبا دائما وخصوصا قبل فتره الصيف باش لتفتيح اللون ديال اليدين ديالي كاع بلاي بلاصه في الجسم ديالي يعني. ولكن صراحه من نهار درتها اول مره وكنت مداومه عليها يعني بحال مثلا تحت الابط وداكشي بقى ليا اللون ديالو يعني مزيان صافي حيدت ليا داك الاسوداد، ولكن يديا مع كتعرض للشمس الشمس ورجليا يعني خصني ضروري نعاودها خصوصا قبل الصيف. يعني دائما مورا الصيف صافي تنخليها ترتاح، في الصيف كما كنديرهاش هاد الوصفه، مورا الصيف عاوتاني ما كنديرهاش كنبقى شويه مبرونزيه، ومن بعد ثاني ملي كيقرب الصيف كنديرها لحقاش كيكون عندي مناسبات وكنا عارفين حنايا العرب يعني في المناسبات وداكشي كنبغيو دياتنا وجداتنا يبانو زوينين. نحاسو ماشي كنبغي نبيضهم سينو نرجعهم اللون ديالهم الطبيعي هو اللي كيعجبني الصراحه. وهاد الوصفه زوينه زوينه بزاف، سهله بزاف يعني ما تحتاجيش فيها حتى مكونات كثار. كنت كنديرها هاد الوصفه هادي اكتشفتها قبل العرس ديالي، درت هاد الوصفه وكنت كندير واحد الكريم اللي كتوجدتو انا للجسم ديالي كله، كنت كندهنها صراحه كانت عطاتني نتيجه هائله هائله ديك الكريم. ان شاء الله ملي غادي يكون عندي جميع المنتجات باش نصاوبها لحقاش كتحتاج شويه شي منتجات يعني ما عنديش على يديا. لهذا ان شاء الله ملي غادي يكون عندي غادي ندير لكم الوصفه ديال هذيك الكريم. وديك الكريم صراحه البنات زوينه زوينه بزاف خصوصا البنات يعني العروسات اللي كيكونوا يبغاو يبانوا كي الوريضات، واخا كاع حنا خصنا نبانوا الوريضات دائما في حياتنا ولكن خصوصا العرائس. ونبداو دابا اشنو من الحوايج اللي غتحتاجوا البنات. غتحتاجوا سيترونه وحده يعني هذه بالنسبه لك تبي ديروها بزاف ديال المناطق في الجسم ديالكم. الا كنتو ديروها غير تحت الابط مثلا والارجل تحتاجوا غير وحده يعني غادي ديروا هذه مثلا تستعملوها في الارجل وهذه تحت الابط. بالنسبه للبنات اللي بغاو ديروها للركابي يعني لهاد البلايص هادو ديال اليد ما عرفتش سميتهم، هذه ما عرفتش سميتها يعني خاصكم يعني على حسب كل يعني بحال كل نص سترونه لواحد المنطقه. سمحوا لي البنات راه كاين اليوم واحد البرد برا. وغادي تحتاجوا البيكربوناتو، هاد سمحوا لي بيكربوناتو البنات كما كتشوفوا هذا هو الاسم ديالو، انا هي اللي كاين في اسبانيا هذا هو الاسم ديالو، ولا بتقلبوا عليه داك شفتو ميركادونا، وفي المغرب راه هو اللي كيقولوا ليه الصودا كنظن. يعني غادي تاخذوا غتحتاجوا زيت الكوكو ولا اي مرطب اللي كتستعملي ليديك الجسم ديالك، ولكن من الاحسن يكون شي زيت يعني طبيعي. وغادي تحتاجوا هاد الاسفنجه هادي الا بغيتي تستعملوها يعني، ولكن داك تو غادي ديروا دوش وداكشي ما غاديش تحتاجوها. يعني غتاخذوا السطرونات ديالكم غادي نحاول انا ندير لها بحال هكا، ولكن نورمالمون انت كنجمعها بحال هكا باش ما تطيحش ليا الماء. غادي تحاولوا تعصروا باش يخرج هذاك هذاك العصير ديالها، وغادي نديروا فوقها البيكربونات بحال هذه الطريقه. نحاول البنات خصني نشوف واش كيبان لكم بهذه الطريقه. كما تشوفوا البيكربونات غادي ينسجم مع هذاك العصير ديال الليمون، وغادي تبقاو توضعوها مثلا على مثلا بلا نديروا اليد ديالنا بهذه الطريقه. ولكن هاد الوصفه يعني كما قلت لكم فعاله بزاف خصوصا البنات تحت الابط لحقاش ما كتقيسناش فيه الشمس. انا بعدا مثلا ما كتقيسنيش فيه الشمس، بالنسبه للبنات اللي كي اللي كتقيسكم فيه الشمس يعني هادي ضروري ما ديروهاش البنات سمحوا لي. يعني غتبقاو ديروا هاد الفرك هذا خصني نشف شويه هاد الطريقه. غتبقاو ديروا بحال هكا ديروا هكا حتى تحسوا هذاك السيترون. مثلا انا نديرها عندي هاد المانشه هادي بغيت تحيد ليا، ان شاء الله غنداوم هاد الوصفه هاد اليامات بغيت تحيدوا لي هاد المانشات. وان شاء الله دابا تشوفوا الفرق من هنا لقدام بقيت ندير الفيديوهات وغتشوف. ونديرها لفوق الضفيرات ديالي. ها بالنسبه للظهر بغيت تحيدوا هذيك الديكولوراسيون اللي كتخلي لكم الصباغه ديال الظهر، خصكم تاخذوا ديك الشيته ديال الظفار وديروا هكا ولا تفزقوها بسترون البيكربوناتو وتحكوا الظفار ديالكم كتعطي واحد النتيجه هائله. انا الشيته ديالي ما عرفتش فين وضرتها ليا بنتي اللي لقاتها كتهزها كانت كدوش وما عرفتش فين بلاصه دارتها. ومع انا ندير لكم هذا الفيديو ما حد بغيت نديرها سينو ما غاديش يعطيني الوقت نديرها لكم اليوم. وصافي البنات تبقاو تفركوا يعني بحال هكا وتعاودوا تكبوا البيكربوناتو وديروا نفس الطريقه شي ثلاثه المرات، يعني تحكوا ديروا بيكربوناتو تحكوا عاوتاني وتشوفوا داكشي داير وتعاودوا حتى تحسوا باللحم ديالكم بدا شويه كي ماشي كيحرقكم سينو بديتو كتحسوا بيديكم بحال اللي بحال اللي كتحرقكم واحد شويه. وصافي ملي تحسوا بيديكم بحال هكا مثلا اليدين حنا ما تقدروا تخليهم مثلا لمده نص ساعه ديروا شي غوانتيس ليديكم وتريحوا تفرجوا ولا تخليهم ينشفوا وتريحوا تفرجوا. مثلا ديروا بحال هذه الطريقه هذا بحال قماش باش هذاك اليد ديالكم تشرب هذاك سميتو وتخليوا يديكم بحال هكا لمده نص ساعه. وبالنسبه لتحت الابط هذيك من الاحسن تخليوها البنات الليله كامله،
وهاد الوصفه البنات من الاحسن ديروها دائما منين تمشي الشمس ما ديروهاش تخرجوا، ومن بعد الغد ليه ديروا ضروري شي كريم بروتيكتور مثلا اليدين، ضروري ديروا ليهم بروتكسيون سولار الصباح، ما تخرجوش بيديكم هكاك لحقاش السترون راكم عارفين ما كيتفاهمش مع الشمس. صافي ديروا بحال هكا وتريحوا تفرجوا التلفازه ديالكم وتخليوا هاد الوصفه البنات راه فعاله فعاله فعاله. الركابي حتى هي ما ديروها ليهم وخليوها الليله كامله. من احسن البنات هاد الوصفه البنات اللي ما كيخدموا ما والو، ولا البنات اللي ما كيبينوش ما كيبانوش لهم الركابي ديالهم، ديروها وخليوها منين تنشف سوسو هاد البيكربوناتو وخليوها حتى العشية ودوشو، يعني من الاحسن تبقى لكم الليله كامله. هذه بحال الا ما كانش عندكم البشره حساسه، الا كانت عندكم البشره حساسه من الاحسن ساعه ساعتين ثلاث سوايع صافي غسلوا يديكم وديروا شي كريم. بالنسبه كما قلت لكم تحت الاب من الاحسن ديروها الليله كامله وداوموها ثلاثه المرات في السيمانه. بالنسبه للركابي تقدروا ديروها دائما يعني فين ما بغيتوا دوشو الغد ليه مثلا ديروها الليله كامله. بالنسبه للارجل الا ما كنتوش غادي تقيسكم فيهم الشمس حتى هما ديرهم، انا شكت كندير صراحه قبل العرس ديالي مع ما كنتش كنخرج في الصباح، يعني ما كنتش نخرج تقريبا نخرج في العشيه خصوصا في الصيف انا ما كنخرجش في الصباح، وكنت بديت كنديرها قبل الصيف حتى بدا الصيف شي شهر وبقيت كنديرها. كندير هاد الوصف كيما وريتكم نفس الطريقه، يعني كنبقى ندير ثلاثه المرات كنحك السترون وكنخليهم ضربهم فيا البرد شويه تنين ينشفوا، وكنلبس الطقاشر دياولي وكنخليهم صافي كنلوي عليهم السلوفان ولا شي مرات ما كنلويش السلوفان اللي هو داك البلاستيك الغذائي، وكنلبس الطقاشر. صراحه انا اكثر ديال المرات ما كنتش كندير غير السلوفان لحقاش كنخلي حتى ينشف، وكنلبس الطقاشر دياولي وصافي كنخليها الليله كامله حتى الصباح وكندوش. صراحه كانت عطاتني واحد النتيجه هائله هي وديك الكريم، ما نعاودش ليكم يعني جربوها البنات وغادي تشوفوا غادي تعطيكم واحد النتيجه هائله بزاف بزاف. وصافي البنات يمكن قلت لكم يعني وكما قلت لكم تحت الابط من الاحسن تخليوها الليله كامله هما والارجل الا بغيتوا نتيجه فعاله. الا بغيت غادي تعطي لكم نتيجه ديروها ثلاثه السوايع ساعتين وحيدوها، اما اليد راه كتعطي النتيجه بسرعه بسرعه واخا تخليوها غير ساعتين ساعه نص ساعه، ولكن مينيموم نص ساعه باش يلاه تعطي واحد شويه ديال ندير داكشي ديالها خدمتها. ومن بعد ما غنغسل يدينا دابا غنوريكم ضروري البنات ما ديروش شي كريم مرطب ضروري، وخصوصا اللي عندكم يعني البشره حساسه ضروري شي كريم لحقاش سينو يعني هاد السيترون ديكارنات راه كينشف كينشف بزاف كينشف بزاف سميتو. ملي غادي هانتوما غتشوفو ملي غادي نمسح دابا انا يديا من هاد من البيكربوناتو، غناخد السيترون ديالي انتن اسمحوا لي غناخد زيت الكوكو زيت الكوكو ديالي مثلا بحال هكا، وغادي نهز داكشي اللي بغيت بحال هكا مثلا، وغادي ندير واحد الماساج باش هذيك الجلده ديالي تحس تشرب هذيك الترطيب وما تبقاش ليا ناشفه. كما قلت لكم الاحسن يكون شي زيت طبيعي ما تكونش يعني شي زيت شي كريم، ولكن عندكم شي كريم حتى هو ديروا مادام متخصص بهذيك مختص بهذاك الدور ديالو يعني دار طب الجسم راه ما يدير لكم، ولكن من الاحسن طبيعي حاجه طبيعيه البنات دائما كنقلبوا على الطبيعي. ما عرفتش بانت لكم شويه النتيجه شوف بقى لي شويه احمر حقاش كندير هادشي بالزربه وكنفرك بالزربه كتعطي واحد النتيجه زوينه زوينه كيوليو وليديات البنات غزالين غزالين غزالين. جربوا هاد الوصفه راه زوينه، وهاد زيت الكوكو كما قلت لكم لتحت الايط لاي بلاصه خصكم منين تساليو هاد الوصفه وتغسلوا ديك البلاصه ضروري ما ديرو شي مرطب ضروري ضروري. انا كنت كندير هذيك الكريم اللي قلت لكم اللي هي صنعتها انا حويجات تقريبا ناتورال ماشي 100% ولكن ناتورال. ما عندكمش ديروا زيوت زيت كوكو شي زيت زيت اللوز مثلا ولا شي كريم نيفيا ولا شي كريم عندكم اللي نتوما كديروه. كنتمنى الوصفه تعجبكم وما نكونش بلابليت بزاف هضرت بزاف انا بغيت ندير لكم هاد الوصفه نشاركها معكم، اللي عجبتكم ديروا لايك وسبسكرايب ما تنساوش كنبغيكم بزاف. باي باي.